بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الاعزاء، متابعينا الكرام، اينما كنتم، الانطلاق ايضا الموفق ايضا في هذا الشوط مع الفيلة الجعدان مباشره مع المركز الاول، والانطلاق مع اسراف ثاني بن راشد المالكي من ينطلق مع اول المراكز، المركز الثاني الوسمي حمد بن عبد الله بن شطيط المالكي مع المركز الثاني، المركز الثالث مليون من يتواجد حمد بن سليم الوهيبي، والمركز الرابع القدوم من شاهين حمد بن ناصر الوهيبي مع المركز الرابع، والمركز الخامس القادم والمنطلق مناور حمود بن الصغير الوهيبي. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى المنطلقة، والندائين الأول للخمسة المراكز للفئة الجعدان. أعود مع المركز الأول مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، أينما كنتم في هذا الانطلاق، والمتابعين ضمن تحدي هذه الأشواط. أيضا إسراب في المقدمة هذا الشوط ثاني بن راشد المالكي مع المركز الأول، المركز الثاني الغدوم من الوسمي حمد بن عبد الله بن شطيط المالكي مع المركز الثاني، المركز الثالث المليون حمد بن سليم الوهيبي على ثالث المراكز، ورابع المراكز شاهين حمد بن ناصر الوهيبي على المركز ايضا الرابع، والمركز الخامس القدوم الاخر والتقدم من مناور حمود بن الصغير الوهيبي مع المركز الخامس. هذه الخمسه مراكزنا الاولى المنطلقه، نتمنى التوفيق والسداد والنجاح للجميع المشاركين والمنطلقين مع هذه الانطلاقات ثلاثيه منذ البدايه. تنطلق مع المراكز الاولى منطلقين نحو ناموس هذا الشوط. يا سلام، تابع ايضا لغير المليون، وفالك المليون يا بن سليم مع انطلاقه المليون حمد بن سليم الوهيبي، ينطلق مع المركز الاول، المركز الثاني التواجد من الوسمي السلاله العملاقه الكبيره هناك مع حمد بن عبد الله بن شطيط المالكي، المركز الثالث القادم سراب ثاني بن راشد المالكي، ينطلق مع السلاله العريقه سلالة سراب ومع المراكز الأولى. يا سلام يا سلام، هذه الثلاثة المراكز الأولى المتقدمة والمندفعة نحو المراكزنا الأولى. يا سلام، عودة إلى المركز الأول، مليون يا مليون، المليون نحو المركز الأول، حمد بن سليم الوهيبي ينطلق مع صدارة هذا الشوط ومع العرض الجميل مع اللائحة الكيلومتر الأخير الوسمي هناك مع المرتبة الثانية، حمد بن عبد الله بن شطيط المالكي مع المركز الثاني، المركز الثالث القدوم الآخر بشعار أيضا حمد بن ناصر الوهيبي مع شاهين على المركز الثالث، والمركز الرابع القادم الآخر مناور حمود بن الصغير الوهيبي مع مناور على الرابع المراكز وخامس المراكز هناك، مع أيضا الأسماء المتدخلة والقادمة الباحثة على الانتصار. عودة إلى الاثنين اللي تنافسون في مقدمة هذا الشوط ما بين أيضا المالكي وما بين أيضا هناك شعار بن سليم يتقدم في هذه اللحظات أيضا مع المركز الأول الوسمي حمد بن عبد الله بن شطيط المالكي في مقدمة الشوط، ما زال في الصدارة المنافسة الأخيرة والمنافسة الحادة من المليون حمد بن سليم الوهيبي، ينطلق على المركز الثاني، ولكن خلاص الصدارة والقيادة والمركز الأول مع الوسمي 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 مع الصدارة هذا الشوط حمد بن عبد الله بن شطيط المالكي، هناك من ينطلق مع المركز الأول يهدي السلام لمحبين هذا الشعار والمتابعين وأيضا القادمين على هذا الشعار حمد بن عبد الله بن شطيط المالكي، تهانينا والناموس على هذا الإبداع، الإبداع الوسمي في هذه السلالة العملاقة الكبيرة الذي تشارك سلالة رموز ما شاء الله تبارك الله. المركز الثاني المليون حمد بن سليم الوهيبي، المركز الثالث كان شاهين حمد بن ناصر الوهيبي، 6 دقائق و35 جزء من الثاني هو التوقيت الزمني لهذا الشوط.